فقره ترند الترند. طيب امبارح طبعا كان في الحفله بتاعت قرعه كاس العالم لكره اليد في سفح الاهرامات، حاجه يعني لازم نتطرق ليها بصراحه، لان الاشاده كل الاشاده لازم تبقى موجوده بالمنظر الحضاري اللي احنا شفناه بالشكل الجميل واللي احنا متعودين عليه في اي محفل نظم في مصر على مدار الكام سنه اللي فاتوا، اخر سنتين تحديدا 19 و20، سواء بقى كاس الامم الافريقيه للكبار للشباب، عندك كمان القرعه دي حاجه كويسه ومبشره جدا لبطوله هتكون ممتازه لاول مره بطوله ب 32 منتخب منهم مصر متواجدين والكل جاهز، ومصر وضحت قد ايه وبان جدا جدا مدى جاهزيتها لاستضافه هذه البطوله حتى في ظل الظروف الحاليه اللي بتتمثل في كورونا وكل الكلام من ده، مصر مستعده. هي دي بلدنا يا جماعه اللي دايما دايما بتفرحنا، وبنبقى مبسوطين جدا لما بنشوف الشكل اللي احنا شفناه امبارح ده. نتمنى كل التوفيق باذن الله للجنه المنظمه للبطوله، نتمنى ان الشكل يبقى افضل كمان لما البطوله تبتدي في شهر يناير، نتمنى كمان كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد اللي بيضم عناصر مميزه جدا ان شاء الله باذن الله يقدروا ان هم ينافسوا على البطوله بشكل كبير قوي. فواجب الاشاده في الحقيقه بالمظهر الجميل اللي شفناه امبارح. دي كانت